السلام عليكم، مرحبا بكم. وصفة جديدة من وصفات شيوات منوعة مع بشرى. جبت لكم البنات هاد الفطيرة اللي أصبحت مشهورة معروفة، قلت علاش لا لما نشاركهاش معكم. أما العجين راها كتجي قطنية رطبة، وبالنسبة للحشوة راه هي ساهلة وبسيطة. نخليكم على الفيديو طريقة تحضير فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للحشوة غادي نستعمل البصل، واحد الكمية ديال الزيت وشوية ديال الملحة. غادي نخلط البصله مزيان حتى تشحر، يدخل لها شويه ديال الطياب. من بعد غادي نضيف لها واحد حبه ديال القرعه كورشيط، غادي نحكها بالحكاكه. وغادي نضيف بالنسبه للتوابل، غنضيف تحميره بابريكا والفلفل الاسود الابصار. غادي نخلطهم حتى تشحر ديك القرعه، يدخل لها شويه الطياب. ومن بعد غادي نضيف لها واحد الكميه ديال الكفته، وغادي نفرستها بهذه الطريقه هذه باش دغيا كطيب الكفته، ونخليها تطيب على جنب. بالنسبه للعجين هنايا غادي نضيف واحد الكاس ديال الماء دافي، ونضيف ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وملعقه كبيره ديال السكر سنيده، وملعقه كبيره ديال الحليب بودر حليب نيدو. غادي نخلط مزيان، ما نخليهاش ترتاح واحد 10 دقائق مباشره. من بعد ما نخلصها غنضيف ليها واحد نصف كاس ديال الزيت النباتيه، وغادي نضيف نصف ملعقه صغيره ديال الملحه، وغادي نخلط. هنايا بالنسبه للدقيق تقدر تهز ليكم 4 كيسان حتى 3 كيسان ونص ديال الدقيق. غادي نضيف 3 كيسان مباشره، وغادي نخلطها ونجمع العجين. بالنسبه للكاس الرابع ما غنضيفوش دفعه واحده، هو هذا غنضيفو تدريجيا حتى تجمع العجين تولي القوام بهذه الطريقه هذه. غادي ندهنها بالزيت ونخليها تخمر يضاعف الحجم ديالها. بالنسبه للكاس الرابع غادي نوريه لكم، بقى ليه 4 كاس ديال الدقيق. صافي، دابا من بعد ما خمرت العجين وضعف الحجم ديالها، يعني غنخليها تخمر مزيان، لان ملي غنوجدوا الفطيره ما نخلوش تخمر مره اخرى. غادي نضيف واحد الكميه ديال الدقيق، وغادي نحاول انني نقسم هاد العجين على جوج. هاد الطريقه البنات راها ساهله، باش ديرهم صغار ديروهم، ولكن هاد الطريقه باش تختصري الوقت، ما تبقاش واقف في المطبخ بزاف. غتقسمي العجين على جوج كويرات، وغادي تخدميهم، غتلقاي بانك دغيا وجدتي هاد الفطيره. ودابا مع الجو سخون دغيا العجين غادي يتخمر. غادي نورقها بالمدلك بهذه الطريقه هذه، ونحاول انني ندير لها لاصوص طوماط غير ديال كرطونه. ديروا نتوما يا اي لاصوص عندكم. الكفته هي هذه من بعد ما طابت وبردت درت نصف الكميه، ومن بعد غادي نضيف الجبن المبشور، وكذلك غادي نضيف ليها البيض المسلوق. كتجي هاد الفطيره كتجي لذيذه بزاف مع البيض والكفته، راه كتجي واعره في المذاق ديالها. ونتمنى ان شاء الله تجربوها لانها سهله دغيا كتوجد. وغادي نستعمل الزيتون دوائر. بالنسبه للزيتون مجرد اختيار، بغيتو تضيفو ضيفو، ما بغيتوش تضيفو ما تستعملوش. نحاول انني نجمع العجين من جناب بهذه الطريقه هذه، وغادي نحاول انني نجمعها بحال هكا. وغادي نقرص العجين مزيان باش هذاك العجين ما يدخل الفران ما تحلش. غادي نكملها بنفس الطريقه، والكره الثانيه حتى هي غندير لها نفس الطريقه، ونحاول انني نقرصها مزيان، ونرش لها واحد شويه ديال الدقيق. هذيك الواجهه اللي كتكون فوق هي اللي غتكون لتحت، من غادي نحطها في اللاطه. وما هادو من بعد ما كملتهم طبيعة الحال غادي تكون الفران غيكون سخون. من بعد ما وجدتهم دست قطعت الفلفلة، غتشوفوا معايا الطريقة كيفاش درت ليها. هنايا نفس لاصوص غادي ندهنها من الفوق بشكل طريقة ديال البيض، راه كتجي حتى هي لذيذة. ما تحتاجوش انكم ديروا البيض من الفوق، بالاحسن ديروا لاصوص اللي غتستعملوا الوسط هو اللي غدهنوا بيه هاد الفطيرة من الفوق. غادي نكملهم بجوج بنفس الطريقة. من بعد غادي نضيف عليها واحد الكميه ديال الجبن مبشور. بغيتو تكثروا الجبن يمكن لكم تكثروا حتى هو كيجي لذيذ في هاد الفطيره. ومن بعد غادي نضيف الفلفله، فلفله ممشويه ما حتى شي حاجه خضراء، قطعتها بحال بهذه الطريقه، ودرت الفلفله الحمراء حتى هي، ودرت الزيتون. عندكم الزيتون الاسود يمكن لكم ديروا حتى هو كيعطي كتزيين، كتجي في حقيقه الشكل ديالها غير من على برا كتجي زوينه. صافي غندخلها الفران تحمر من التحت ومن الفوق، ما نخليهاش تخمر ما والو. من بعد ما طابت هي هذه البنات راه ما تقدريش تهزيها، كتجي رطبه قطنيه هشيشه. وهاد الطريقه هذه البنات راه ساهله دغيا كتوجديها، يعني ما تاخذش لكم الوقت بزاف كيف قلت لكم.
غادي نقطعها معكم، غادي تشوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل. ونتمنى هذا الفيديو اللي حطيت لكم اليوم تشجعوه ليا بواحد اللايك وتبارطاجوه مع الاهل والاصدقاء. ولا كنتي اختي ما مشتركه اشتركي وفعلي الجرس باش توصلي جميع الوصفات ان شاء الله اللي غادي يكونوا في هذا رمضان ساهلين وبساط. نشكركم مره اخرى على المشاهده، وتنقول لكم رمضان كريم، كل عام وانتم بالف خير. وتنقول لكم مره اخرى ديروا لي الفيديو اللايك، جزاكم الله خيرا. الى اللقاء، شكرا لكم مره اخرى على المشاهده.